النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة التي سنبدأها بآخر توقعات تحركات الكتل الهوائية التي تقريبا تشير إلى أن المنطقة الشرقية للبحر المتوسط على متوقع على موعد أن يتدفق إليها هواء بارد قادم من أواسط القارة الأوروبية. كما نلاحظ هذه الألوان تنم على وجود هواء بارد يتوقع أن يندفع باتجاه المملكة. هذا الهواء البارد يتوقع أن يصل أجواء المملكة اعتبارا من ساعات فجر يوم الخميس ويستمر حتى ساعات مساء يوم الخميس كما نلاحظ، ويسيطر على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. يتوقع أن يؤدي إلى تشكل منخفض جوي، غالبا مصنف هذا منخفض جوي تقريبا من الدرجة الأولى أو ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية. سيبدأ تأثير هذا المنخفض الجوي اعتبارا من ساعات نهار يوم غدا بشكل محدود في بعض المناطق. سنلاحظ الآن عبر توقعات النماذج الجوية الحاسوبية التي تشير أنه مع ساعات نهار يوم غدا في ساعات الظهيرة يتوقع أن تهيأ الفرص لزخات محلية من الأمطار في المنطقة الشمالية. ربما تطال هذه الأمطار بعض من المناطق الوسطى من المملكة خلال ساعات النهار، ولكن خلال بقية ساعات اليوم تتراجع فرص هطول الأمطار. أما في ساعات الليل وما بعد منتصف الليل تزايد فرص هطول الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة، وتتركز في ساعات صباح يوم الخميس في المنطقتين الشمالية والوسطى بالإضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة. لا يستبعد أن تكون هناك بعض من الزخات من البرد أيضا مترافقة مع هذه الأمطار. هناك فرصة لزخات ثلجية فوق قمم جبال الشرق في جنوب المملكة وأمطار مخلوطة في الثلوج في أعلى قمم الجبال الوسطى والشمالية. الأجواء تكون للغاية باردة مع ساعات صباح يوم الخميس في العديد من المناطق. أما في ساعات نهار يوم الخميس من المتوقع أن تغزر الأمطار في الأجزاء الشرقية من المملكة مع بقاء فرص الأمطار على شكل زخات واردة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. إذن كملخص، هناك منخفض جوي من الدرجة الأولى حاليا مصنف يتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات نهار يوم غد، خاصة في ساعات ما بعد الظهر. فرص زخات من الأمطار في ساعات النهار تتراجع مع ساعات المساء والليل وتعود وتشتد مرة أخرى في ساعات ما بعد منتصف الليل، وتتركز هذه الزخات مع ساعات صباح يوم الخميس في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. قد تكون مرفقة مع تساقط زخات من البرد، وقد تتساقط زخات ثلجية فوق الجبال العالية بمشيئة الله تعالى. أما في ساعات نهار يوم الخميس فالطقس سيكون بارد للغاية في أغلب المناطق، شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأمطار قد تكون غزيرة ولكن في المنطقة الشرقية من المملكة. أما بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة فالطقس بارد للغاية هذه الليلة، ربما يتشكل الصقيع في ساعات متأخرة من هذه الليلة في مناطق البادية والسهول الشرقية وبعض من جبال الشراء، ودرجة حرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 5 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة تشير إلى أن غدا هناك تراجع في درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان تصل إلى 11 درجة مئوية وهي أقل من معدلاتها المعتادة، الصغرى 4 درجات مع فرص للأمطار كما ذكرنا في ساعات الليل. أجواء باردة للغاية يوم الخميس بعظمى فقط لا تتجاوز 9 درجات مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 6 درجات مئوية. أما يوم الجمعة فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتصل العظمى إلى 12 درجة مئوية نهارا أما الصغرى في ساعات الليل إلى 6 درجات مئوية. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة لنهار يوم غد الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس. نبدأها شمالا من إربد 13 إلى 6 مع فرص للأمطار، في جرش 13 إلى 6، في المفرق 13 إلى 5، أما في عجوم 11 إلى 5 درجات مع فرص أيضا لزخات من الأمطار في هذه المناطق. المناطق الوسطى من المملكة تكون في السلط 11-5، في عمان 11-4، الزرقاء 14-6، مادبة 12-2، وفي البحر الميت من 20 إلى 13 درجة مئوية. أما في الجنوب في الكرك 11-2، في الطفيل 11-3، في معان 14-2، في الشراء من 8 إلى 0 مئوي في ساعات الليل، أما في العقبة من 21 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 12 درجة مئوية. شرقا تكون الأجواء في رويش 18-7 وأكثر اعتدالا، في الصفاوي 17-7 كذلك الأمر هو في الأزرق. إذن هذا هو كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر طقس العرب موقع طقس العرب عربي وداد.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.